في نقاط كنت حابب اذكركم حاجه برضه، اني كدكتور هملي احد ضحايا القضاء المسعودي اللي كنت اسالكم عليه، واللي هو من الاساسيات نتاعو انه يخلي الضحايا نتاعو من كانوا ضحايا عصابه مثلا قضائيه ولا الحكوميه اللي موجوده، اللي هي اللي هو اي انسان معناتها يتمسك بتطبيق القانون اللي هم متجاوزين عليه، انه يخليه في حلبه المجرمين، لا يفتحوا اي تحقيق، اي تحقيق ما يتحل لين يخليه معناتها يقاوم في جهاز عصابه، يظهر انه كيفاش يقولوا ما عندوش حدود، حتى بالك معناتها في الاخر يجبروه انه يتنازل عن الحقوق نتاعو. دكتور هندي قضيتي كانت انذاك نقطة بشير التكالي هو ارتهان بنتي قاصر لصالح جهات اجنبيه بتطاول على القانون بجميع الاجراءات، بل تتصوروا في بالكم حكايه تخش عليها فيلم بوليسي ولا فيلم مكسيكي. في الحديث قدمت العديد من الشكاوي منصف المرزوقي، اخر ملف معناتها بعد ما قدمت جميع معناتها مراحل التقاضي، مش نحكي لكم على التقاضي العادي خاطر ما فماش تقاضي عادي في تونس، لكن المراحل المتظلمه اللي يضمنها به القانون، وخاصة العهد الدولي الخاص لمناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. إلا أنه الحقوقي جدا رئيسكم منصف المرزوقي واصل في التستر نتاعو على العصابة القضائية المجرمة والوزير الفاسد الكاذب نور الدين بحيري، اللي معناتها في العوض أنه يصير المساءلة نتاعو على تستره على العديد من المجرمين بإفراغ الملفات عن قصد وعن تستر عن المجرمين هذوما، صار وضعه كمستشار في هذه الحكومة، معناتها الحكومة كيقول لكم الكل مسؤولية مسؤولية، وإلى يومنا هذا منصف المرزوقي لا جواب على تظلم صاحب شهادة عليا دمر القضاء وحياته لصالح ناس مجرمين، وسعى القضاء إلى تشويهه نميمة وكذبا وبهتانا لأن الناس بنجد ما عاد تفهم شنو هي حكاية دكتور هملي. هل تنجموا تفسروا له كيفاش دكتور هملي معرض معناتها إلى السجن عبر أحكام صادرة بتلاعب تاريخ الجلسات وتغييبه معناتها تماما وتغييب زعم المحامي بتاعه، هذا الكل باش يلجموا له صوته مرة أخرى أو ما يتسأل حتى قاضي مجرم ومحامي مجرم في المؤامرة اللي صارت على هلبو وبنته. لا بروفوني تو عندي 4 سنين بنتي ما نجمش نوصل لها، حكم جاء في شخصي ونسكن في الهادي شاكر في نابل ومعروف، دونك من شهر مارس حسب الادعاء نتاعهم اللي انا كنت زرت فيها 25 ابريل، دونك كيف انا قدمت شكاية باجي قاعد تسبسي لعبوا بتاريخ الجلسة وحطوا على اساس انه في 9 مارس صارت محاكمة وكذا، وانا ما حضرتش محامي ما حضرتش 10 شهور سجن اخرين باش يواصلوا ويلجموا لي الصوت نتاعي. الجريمة القضائية هذه في المنصف المرزوقي مازالت متستر عليها الفاسد العميل المجرم هذايا اللي هو لا يجهل الاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية، انه كل مواطن يقدم شكاية ضد اي مسؤول فاسد تصير الحماية نتاعو وفتح تحقيق حيلي في الموضوع. منصف المرزوقي لا حل تحقيق ولا جواب ولا صار ملاحقة متاعي، ولهذا نقول لكم القضاء متاعكم قضاء ماسوني قضاء إجرامي، تقولوا ليش كيفاش، ولهذا أنا نحكي معكم عن دراية وعن وعي اللي نقول لكم فيه كله هو عين الحقيقة، وأنا مستعد اللحظة هذه دكتور هملي طبيب أسنان نسكن في ناجل هذه شاكر بنابل، مستعد من هذه اللحظة وعلنا قدام الشعب التونسي الكل مش قدام القضاء المجرم هذا السافل الفاسد العميق الخائن البلاد التونسية، انه تصير فتح تحقيق علني في شأن كل هذهم المجرمين من الحكومة الفاسدة المجرمة من رئيس الجمهورية العميل من هذه الحكومة العميلة ومن عدة أطراف سياسية تنتمي إلى الماسونية الفرنسية وتخدم أجندة خارجية عالمية للإطاحة لجميع أفريقيا وليس فقط لتونس، ولهذا الحقيقة ماش بالأهواء، الحقيقة ماش ظهر لي وبحسب رأيي، إنما الحقيقة بالتحقيق والتدقيق
والتحقيق والتدقيق العلني على عينين الشعب التونسي كافة. هذه قضية رأي عام، قضية الماسونية وقضية الإجرام السياسي اللي قاعد يصير في ولاد بلادنا الواحد وتلو الآخر من أجل أجندة ضد البلاد التونسية، هي قضية رأي عام تعني جميع المواطنين التونسيين. آخر رسالة رسمية بخلاف الرسائل المتعددة المنصف المرزوقي اللي ظلمنا فيهم ومحل فيهم حتى التحقيق وتستر على المجرمين. آخر رسالة متاعي كانت لوزير العدل نذير بن عمو، رسالة واضحة وصريحة جرحت فيها في جميع سلك القضاء الواقف والجالس وكافة سلك المحاماة، ووصفته بكل وضوح أدائهم بأداء الذي تجرمه المجلة الجزائية في فصلها 131 أي تقارب عصابة على الشعب التونسي. كما وجهت لهم تهمة إرهاب الدولة على الشعب التونسي بمقتضى قانون 75 لسنة 2003. قانون الإرهاب هذايا هو القانون اللي تو يلزمه وتوظف في مكانه، اللي هي الدولة كانت مسلطته على الرعاية متاعها وكل ما هو يكشف هذا النظام العالمي الفاسد الإجرامي. مجرمي الحرب اليوم أمريكان وإنجليز وفرنسيس اللي هما يروجوا في الإرهاب في العالم كامل ويدمروا في الشعوب ويبثوا في العملاء متاعهم. مجرمي الحرب هذم اللي معناتها متنصلين من المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، وما هوش صحيحين على الاتفاقية هذه، وإنما عملوا محكمة العدل الدولية باش معناتها يصفيوا بها حساباتهم مع كل من يتمسك ويتشبث بالسيادة الوطنية متاعه على أراضيه ضد كل ما هو تدخل خارجي. هؤلاء يقع إرهابهم ويوظفوا عليهم جميع الفتن، وليس صدام حسين ولا القدافي إلا عينة من وسائل معناتها إرهاب اللي موظفينها على الشعوب اللي في الأخر هي الخاسرة. ولهذا في نصف المرزوقي وجميع الحكومة المتشكلة عن طريق مجلس التأسيسي، أغلب الأحزاب اللي هي مشكلة ترويكا هي عميلة للجهات الخارجية والأصحاب رؤوس أموال خارجيين اللي هما يمولون هكذا أحزاب فاسدة تجمد تتفضل قدام الشعب التونسي كافة، ابتداء من الرئيس بتاع 7000 صوت وجميع الأحزاب، وكل ما هي أحزاب اللي هي على قائمة الانتظار للعمالة. وأقصد هنا بكل وضوح، أطلب أن يفتح تحقيق في الحزب الجمهوري، كل ما هو حزب نداء تونس وخاصة أداء الباجي قايد السبسي دونك والإعلام التونسي وجرائم سلك المحاماة، الجرائم اللي هي جرائم موثقة وجرائم في حق القانون اللي هي تشرعن الجريمة في حق الشعب التونسي. أنا واضح في نسكن دكتور هنندي نسكن في نهج هذه الشكل بنادي هذه الحكومة العميلة، الحكومة الخائنة للشعب التونسي، ليس لها أن تكون الخصم والحكم. كمان ضيف لكم حاجة أخرى يا شعب تونس، أنه من لما كان ببلادي وقلت هذه في الفيديو اللي قبل هذه، دوك من لما كان في العدالة وفي قانوننا وفي دستورنا بتاع 59، خاطر الدستور اللي هما بسبب الكتاب متاعه هو على المقاس للقوى الخارجية اللي تحب تستبيح حق الشعب التونسي بالورقة وستيلو، ولن يكون لكم ذلك، لن يكون لكم ذلك. ولهذا نطالب بكل بساطة تطبيق المجلة الجزائية على هذه الحكومة ورئيس الجمهورية والمجلس التأسيسي وعلى شخصي أمام العلن،
طبقا للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، طالما أني متظلم من هذه الحكومة العميلة، وما تنجمش تكون حكومة عميلة الخصم والحكم. ولهذا الحكم في الأمر الكل بهكذا خطورة، بهكذا مساس السيادة الوطنية على أراضينا، لا يمكن أن يكون التحقيق والمرافعات إلا أمام الشعب التونسي. ونتحداكم الكل، تحبوا تقتلوني تجي تقتلوني، أما حتى يقعد يتبع فيكم إلى يوم الدين. وما عندي حتى رأس مال من الحياة إذا ما كانتش الحياة عندي أنا هي صالح أهلي وعشيرتي، وليس لخيار أهلي وعشيرتي. خوانا هذوما نطلب مواجهتهم فردا فردا، إيجاب أنتم وكل ما هو المجرمة والميليشيات متاعكم اللي مسيبينهم عليها عندكم قداش، وراني ما نهبكمش. دونك ليس لأي فاسد من القضاة أن ينظر في أي قضية ولا أي موضوع متعلق بي، أولا طالما أني أنا مقدم الشكوى بجهاز القضاء، وذلك منذ 12 سبتمبر 2009. كل القضاة اللي نكلوا بي من أجل تقديمي بشكاية في 12 سبتمبر 2009 لبشير تكاري اللي هو خالف الاتفاقيات الدولية وما يمليه القانون من حماية صاحب شكوى وحطني في حلبة المجرمين هذوما. دونك هذوما كلهم موضوع فتح تحقيق فيهم في الجريمة اللي طالبتي. وطالما أن القضاة الكلهم وحتى بعد الثورة سعوا إلى التستر على المجرمين وسعوا إلى أعدام الحقائق والملفات ولا تحقيق يفتح، الملفات ما زالت موجودة والأدلة ما زالت موجودة، وكذلك أثبتات الخيانة العظمى للشعب التونسي ما زالت موجودة. وبحكم أني قدمت تجريح رسمي لوزير العدل وإلى المجلس التأسيسي أصلا، موضوع تجريح في كافة القضاء الواقف والجالس وسلك المحاماة، واللي عند أكثر من شهر من 3 جوان 2013، ولا جواب كالعادة ولا تحقيق يفتح في هكذا موضوع بهذه الأهمية، تجريح وتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة وإرهاب الشعب ولا تحقيق يفتح. هذا لا يكون إلا دليل على صدق قولي وبداية حجة أطلب أن يفتح تحقيق لإكمالها أمام الشعب التونسي كافة، وليس لكم بموجب قانون الجزائي في فصله 90 يا قضاة تونس يا عواهر القضاء، ليس لكم أن تنظروا في أي قضية، بل عليكم أن تجرحوا في أنفسكم فردا فردا، وإلا تبقى للمجلة الجزائية فأنتم معرضون إلى سنة سجن بما أنكم الخصم والحكم، وتكونوا قبلتوا لأرواحكم أنكم تتعهدوا بهكذا قضية. خلي الشعب التونسي يعرف القانون منيح، ولهذا سلك القضاء كلكم سلك مجرم. والمجلة مرافعات المدنية في فصلة 284 كيف كيف تحجر عليكم النظر في أي قضية أنتم فيها حصول. ولهذا قضاء تونس الكل ينجم يسكر فمه تويكا، ومن نجم يحل فمه كان النزيه فيهم بعد مساءلة شعبية، ولا حصلت لا لكم ولا للمحاماة ولا للمجلس التأسيسي ولا لرئيس الجمهورية ولا لأي مسؤول، لا حصلت في إطار منطقة الثورة، حتى الشعب التونسي يحط من يستأمن حقيقة على مصالح الشعب وليس من هو عميل ومفرط في أمانته تجاه الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.